والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن نقاط كثيرة. أولاً معنى القدر، عرفنا معنى القدر تقدير الله جل وعلا للأشياء وإرادته لها وإيجادها في وقتها، هذا معنى القدر. وكذلك القضاء، القضاء والقدر دائماً يأتي تعبير القضاء والقدر، لا فرق بينهما إلا أن القضاء أعم من القدر، لأن القضاء يأتي بمعنى القدر، بمعنى أن الله قدر الأشياء وقضاها، ويأتي بمعنى الفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، الحكم بينهم والفصل بينهم فيما اختلوا، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالقضاء أعم من القدر، فبينهما عموم وخصوص.